وما لقيتش ميه سخنه، اشيل ذنبها برضه ولا اشيل ذنبها؟ انت قد بتاع الانابيب. ليلتنا قشطه، ليلتنا عسل، احلى انبوبه في تاريخ الغاز كله. هات يا واد انبوبه واطلع يلا. ثواني ثواني. حاضر يا ست هانم. يا ساتر وحشتني يا توتا. وانت كمان يا ولا وحشتني. يخرب بيت امك، انت جاي تفضحني ولا ايه يا ولد؟ معلش البيت معلش غباء. خلي خلي. طب امسك بقى يا اخويا غبائك عشان ما نتفضحش. طب ما تقفلي باب الشقه عشان نتكلم براحتنا. لا يا حبيبي، لسه بدري لما يتقفل علينا باب الشقه. اخص عليكي، انا مستحيل افكر في اللي في بالك. بس الشيطان ممكن يفكرك. طب وايه اخره العذاب ده؟ مفيش امل تقنع اخوكي؟ اقنعه بايه يا حصر؟ لا مال ولا جمال ولا شقه. أنا عارف إن شغلانتي صعبة، بس وأنا لقيت غيرها. عارفة؟ أنا مرعوب، الغاز الطبيعي هيخش المنطقة. طف من بقك، ده كفاية دخلتك عليا بالأنبوب. خلاص، نهرب ونتجوز عرفي. تاني هتقفلني منك؟ تاني؟ وأنا كل ما أقول لك على حاجة تقول هتقفلني منك، وأنا بحب بكرة. يعني أنت رأيك فيا إن أنا جامد وذكر والستات بتموت فيا؟ لحد دلوقتي ده ظهري. انا هحولهولك الى يقين لا يرقى اليه الشك. لعلمك انا اول ما بسمع حرف الكاف بتشائم على طول. وشكلك كده بقى مثقف ومالكش غير في الكلام. ده انا هخليكي ما تحبيش في حروف اللغه العربيه غير حرف الكاف. عارفه ليه؟ ليه؟ لاني هقطعك. يا لهوي. لهوي بتعملي ايه يا بنت عندك يا بنت؟ يا فاكره ما شفت الرعبه؟ لا مؤاخذه يا طنط، اصل انا عايز اشرح لك. طنط مين يا روح امك؟ ده انا هخليك تكسر حصك حياتك. طيب هخليك تكسر الليله. وانت هقطعك حياتك. هخليك تكسر الليله. هخليك تكسر حصك. يا لا هخليك تكسر حصك. هقول يا بنت. هقول يا بنت. بقول لك مراتك بتغتصب. العب مراتك بقول لك. ده واد نبط قال عمه. الله ينعل ابو دي عمومه. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اغلط فيك يا سعاده الباشا. انا ما اقصدش، انا يعني هو انا عشان خاطر عمه اشيل بلاويه؟ طب ايه راي سعادتك؟ انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا، تركتني العم يقطع في لحم قربا قربا ويرمي للكلاب. هتضمنه ولا لا؟ مش كفايه كنت افرقه بجيزه؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني دليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان، ما ربانيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني نسوان متحركه، نسوان وصور متحركة. عريانه يا سعاده الباشا، خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. ما يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الواد ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكش دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلامه ليه اتفرج؟ ما عمرك يا حاحه لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير، فاكر؟ عسكري عسكري يا عسكري. هو اللي بيتمنى راح الحجز. حجز مأمره ايه؟ تهمه ايه يا سعاده الباشا؟ لا انت دماغي. ايه ايه يا نهار اسود، دي مصيبه ثانيه. ليه؟ تهمه قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود، دي فيها اعدام اقل ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا، انا هضمنه وامر الله هضمنه يا باشا. يا حاحه ده انا لابس اتقطع صراحه بقى، ما تنزل بقى وكفايه عامل بنزين اللي حرقناه في السكه. ايه بقى انزل بقى يا محاحه بقى، انزل بقى كفايه مصحيني من الفجر وصاحبني زي ما بكون ساحب معزه. بقول لك ايه، انا مش قد خالتك في السكه اللي فوق دي، اطلع لها انت لوحدك. في نقطتين عايز اكلمك فيهم. اول نقطه، المكنه المعفنه دي ما سحبتش بنزين، انت جايبني زي. تاني نقطه، البت تفاحه راحت سيحت لي عند خالتي عشان تبوظ الجوازه، وقالت ان انا عايز الهف الشقه منها. حلو. وبعدين انا جايبك ايه؟ جايبك باجرتك، هتضرب اكل الجمبري وتضرب واحد ملك شيك. خناقات تانية حاحة؟ يا حمار، ملك شيك ده عصير تفاح على فراولة. الله ينعل ابو دي الصعوبية بقى، عندك كده؟
يا لهوي دي مات مواعيد وتقول لي ملك شيك. بقول لك انا هروح بقى يا حاحة يا حاحة. بدل البدله اللي احنا فيها دي اتجوز لك موزه من موز الافراح احسن لك. يا دي الموزز بتوع الافراح دول نعرفهم نمشي معاهم، انما نتجوزهم لا. سامية دي حاجة تانية خالص، دي ما مشيتش مع راجل غيري. بس أنا شفتها ماشية مع أبوها. يا ولا سامية دي حاجة تانية، دي بختم رباها فابريكا. طب تحب أجيب لك واحدة استعمال طبيب؟ يا أخي بقى يا أخي. زق زق خلينا نغير هدوم يلا. زق بيب بيب. كفاية صلاة الكلاكسي يا حاحة. سامية. سامية. افتحها سامية بدل ما سيحلك في المنطقة. تفاحة عايزة توقع بينا عشان تاخد الشقة. افتحها يا سامية قبل ما قطع شراييني. والموس اهو. يا ريت عشان دمك يتسفل يتصفى، ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس، انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. اه قلبي اوعية الدوامية. تلاوي اه اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي معلش معلش قوم قوم يا حبيبي. انا مستاهلش انك تموت كافر علشان صلصه صلصه. اه يا سافل انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده مكرونه. شفتي شفت انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه، كان ممكن اجيب لك كشطه من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه، ويا ريتها حلاوه بقشطه لا حلاوه بصلصه. والنبي يا خالتي سيبينا في حالنا، واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض مالكيش دعوه انت. وبعدين اما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعالى احب فيكي شويه بقى، وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اسلوبي طولك شويه، ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقول لك ايه، انا شفت حاوي معدي تحت البيت، تعالى افرجك عليه من البلكونه. حرام على جوز خالتي. عجبك اللي بتعمله بنتك؟ دي هترخص لك كده يا راجل. اه ربنا يكرمك بالزهايمر او ينقصف عمرك في اشاره مرور، وحتى يجيلك انفلونزا الطيور. امين يا رب. برضه مش هنسى عملتك السودا كده بقى. هتخليني اشرح لك وادخل في تفاصيل تجرح محاسيسك. لا يا حبيبي اجرح محاسيسي، انا بقى عايز احرف عشان اسامحك. امري الى الله. انا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا احياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عباره عن ايه؟ شويه مسالك واورده. عدم المؤاخذة زي المواسير. المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة، عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش، واخدة بالك، هنصاب بأمراض خطيرة جدا. بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس على العشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل. أنتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة؟ لا أصلي كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت. امال انا حبيتك ليه؟ بص انا جايب لك معايا مجله طبيبك الخاص، فيها دكتور كاتب كلام بياكد الكلام اللي انا بقوله لك ده.